أولا، إلى هذه اللحظة لم يتم التوافق على مرشح رئيس الجمهورية. هناك تواصل وتنسيق مع الأخوة في الاتحاد الوطني. مع الأسف الأخوة في الاتحاد كان المفروض اليوم أن يبقوا داخل، كان عليهم البقاء داخل الجلسة، يعني على الأقل يعني رمزيا كانوا يعبرون عن وحدة الصف الكردي. ومنصب نائب رئيس البرلمان نائب الثاني هو لكل الكرد، يعني بالنتيجة راح يشكل خيمة للكتل الكردستانية جميعا دون استثناء، مثل ما النائب الأول راح يشكل خيمة للكتل الشيعية بالمجمل. فموقفهم بصراحة يعني طبعا موقفهم هذا ما بالصافي. استاذ مسعود، استاذ مسعود، الوفد المشترك، الوفد المشترك برئاسة يعني بس كاك عماد احمد وعضويه كاك هوشيار قاعد ويا تقدم ويا الحلبوسي، وكاك هوشيار يشتغل بصفحه وكاك عماد يشتغل بصفحه، الى درجه كاك نجرمان يشيل تليفون على كاك عماد ويقول له لا تخلي كاك هوشيار يصرف بهالطريقه. وين مصافين؟ ما مصافين، انتم بيناتكم ما مصافين. فلذلك الفرصه مواتيه انه تصير اغلبيه. خلينا نشوف عزه الشابندر شو يقول. تفضل استاذ احمد. استاذ احمد عيني، موضوع هيئة رئاسة مجلس النواب يعني يعني بالدرجة الأساس رئاسة البرلمان اللي هو استحقاق السنة يقابل رئاسة الوزراء يحتاج إلى توافق داخل البيت الشيعي، وهذا التوافق سنة وحدهم ما كان الحلبوسي وحده ما كان حسم الحلبوسي والخنجر وحدهم كلهم 70 مقعد، المية مقعد اللي جت 130 مقعد، منين جت لهم وقوفكم معاهم؟ اخو انت اذا تريد يكون القرار عراقي لازم يعني تنسق وياه وتتحالف وياه حتى ما تخلي الفاعل الاقليمي يفرض ارادته على الشعب العراقي وعلى الاحزاب العراقيه. اخو انت تعرف الفيتو على الحلبوسي، الفيتو الاقليمي على الحلبوسي، لكن ما بي اي مشكله.